أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إطلاق خدمة تقديم طلب وحدة سكنية لذوي الإعاقة للطلبات المرشحة إلكترونيا، وذلك عبر منصة مركز خدمة العملاء عن بعد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأفادت الوزارة بأن هذه الخدمة توفر للمواطنين المستفيدين من شهادة الترشيح لخدمات الوحدات والشقق السكنية إمكانية تقديم طلب الاستفادة من وحدة مجهزة في حال وجود حالات إعاقة لأحد أفراد الأسرة، منوهة بأن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الوقت اللازم لتأهيل الوحدة السكنية بحسب نوع الإعاقة، وبالتالي سرعة استفادة الأسرة بها في مرحلة تسليم المشروع.